شايف مين اكتر لاعب مصري ما خدش حقه في الاحتراف؟ كلاعب مصري ممكن حسام حسن كتاريخ وكده ان هو ما خدش حقه في الاحتراف، انا شايف ان هو اتظلم في القصه دي. محمد ابو تريكه. ليه بقى؟ كان لعيب وكان ماسك منتخب مصر ساعتها والاهلي، وكان هو اللي اكتر واحد بيساعدهم في البطولات والحاجات دي كلها. على محمد ابو تريكه في الجيل اللي عدى دوت، يعني قبل منه كان الخطيب طبعا، يعني هو فاكهه الكره المصريه كلها، ده اللي كان حقه فعلا يحترف وما خدش حظه. ابو تريكه مثلا هو كان لاعب كويس جدا بس ما يعني ما خدش حقه 100%. يعني كابتن رمضان صبحي ولاعب جيد جدا، كويس قوي، مهارات ولياقه، لكن المدرب هناك ما اداش فرصه كافيه. يعني شيكابالا طبعا، بس هو اخلاقه وهو اللي ضاع نفسه ككوره، احسن لاعب جه في تاريخ مصر كلها. طب كنت تتمنى تشوفه في فريق ايه؟ في اسبانيا. انا بحب ريال مدريد طبعا، بس ريال مدريد يوفنتوس الفرق دي يعني عادي. حسام طريقه لعبه مش هتمشي قوي في الدوري الانجليزي والدوريات دي، بس اتمنى ان هو كنت اشوفه في اكبر انديه العالم. كنت اتمنى اشوفه في الدوري الانجليزي. يعني هو لو راح ليفر، راح يوفي، اي نادي يعني، هو كان هيبقى حقق انجازه، هو حرق يعني لاعب خبره. اتمنى اشوفه في ريال مدريد.